الآن نغمة سول وهي الوتر الثاني مطلق تعلمناها بالسابق هي G3 والقيمة الرقمية 196.0 كما تعودنا أن نراها في البرنامج. الآن نغمة لا، نغمة لا في الجواب عزيزي طالب تكون A3 220.0 وتكون بالعفق بالإصبع الثاني على الوتر الثاني بهذا الشكل. ويجب أن تعطيني قيمة 220. تماما كما هو ظاهر عندي في البرنامج. الآن نأتي للنغمة السابعة في المقام وهي نغمة سي، ويجب أن تكون في البرنامج B3 والقيمة الرقمية 246.94 وهذه القيمة تكون بهذا الشكل ويكون نغمة سي بالإصبع الرابع هنا على الوتر سول. إذن ستحاول أن تتقدم، لاحظ معي هذه خطأ، يجب أن أقدم إصبعي للأمام قليلا. وهكذا حتى تأتي النغمة الصحيحة والتردد الصحيح والحرف الصحيح معي. بقيت عندي النغمة الأخيرة عزيزي الطالب وهي نغمة دو C4 261.63 وهي النغمة التي تعودنا عليها في الوتر الأول مطلق. إذن عزيزي الطالب أصبح عندي الآن نغمة دو وري ومي وفا وصول ولا وسي ودو، وهذه هي مكونات أي مقام. يجب أن يتكون المقام عزيزي الطالب من 8 نغمات، النغمة الثامنة تعتبر جواب للأولى وهي، وهنا لدينا المقام بدأ بنغمة دو، إذا سيمر بالدو والري والمي والفا والصول واللا والسي، إذا هذه 7 نغمات، والنغمة الثامنة الدو الأخيرة تعتبر مكملة وجوابا للأولى. الآن عزيزي نأتي لعملية تخطيط الوتر، تخطيط الزند، يجب أن نتعلم تخطيط الزند. ذكرنا في السابق أنه نغمة دو بالإصبع الثالث على الوتر الرابع، لاحظ عندما نتأكد أنها في البرنامج تعطيني قيمة C3 و 130.81 أقوم بعمل علامة هنا على الزند، عمل أي علامة بقلم يوضح لي أن العلامة بالإصبع الثالث ستكون هنا. إذن الآن أخذت الوضعية الصحيحة وشاهدتها في البرنامج، يجب أن تعطيني C3 130.81 والإضاءة لازم يجب أن تكون خضراء في المنتصف المباشر. فأرفع إصبعي بشكل متدرج، أرفعه إلى الزند وأضع علامة. هذه ستكون العلامة دائما لأي إصبع أقول لك هنا الإصبع الثالث، في يعني تحط إصبعك على طول. عندما أقول بالإصبع الثالث على الوتر الرابع تعزف عند العلامة هذه، عند العلامة هذه التي وضعتها. الآن نأتي للعلامة الثانية التي سنضعها وهي ستكون عند علامة أو نغمة مي. نغمة مي كما ذكرنا تكون بالإصبع الثاني على الوتر الثالث، قيمتها 164.81. الآن أقوم برفع يدي بالتدريج وأضع العلامة هنا، أيضا أضع العلامة هنا، جميل. بقي عندي العلامة الرابعة، العلامة الرابعة وهي العلامة بالإصبع الرابع، نغمة سي.
نغمة سي عزيز الطالب، ستكون معي العلامة بنغمة سي بالإصبع الرابع. كما ذكرنا سي بالإصبع الرابع على الوتر الثاني صول تكون نغمة سي. نتأكد من أنها بي 3 القيمة 246.94 والمؤشر عند العلامة الخضراء. هنا أبدأ برفع إصبعي الرابع وأضع العلامة هنا. إذا أصبح عندي ثلاثة علامات عزيزي الطالب. أصبحت عندي العلامة الأولى التي وضعناها عند الدو، العلامة الثانية وضعناها عند المي، والعلامة الثالثة وضعناها عند نغمة سي. هذه ثلاثة علامات أصبحت جاهزة عندي. هذه الثلاث علامات لتخطيط خططنا فيها العود. إذن سنبدأ من جديد. مقام عجم دو يبدأ بدو، دو بالإصبع الثالث على الوتر الرابع، ري وتر ثالث مطلق، مي بالإصبع الثاني على الوتر الثالث، انظر عند العلامة، فا بالإصبع الثالث عند الوتر الثالث، تماما مثل الدو ولكن بأسفل عند الوتر ري عند العلامة تحديدا مثل الدو. صول وتر مطلق، لا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني صول، تماما مثل المي ولكن على الوتر صول. سي بالإصبع الرابع هي الوحيدة المختلفة. إذن سي بالإصبع الرابع على الوتر صول عند العلامة التي وضعناها، والدو أخيرا وتر أول مطلق حر. الآن عزيزي أطلب منك التمرن على هذه النغمات بشكل مستمر. أنت في حالة عندما تنتهي من وضع هذه العلامات عزيزي الطالب لن تعود بحاجة لهذا البرنامج، لأننا فيما بعد سنقول لك أن تضع يدك أصبعك الثالث على الوتر الفلاني، فعندك العلامة جاهزة وأنت تعرف من قبل هذه العلامة للأصبع الثالث والعلامة الأخرى للأصبع الثاني والعلامة هذه للأصبع الرابع وهكذا. إن شاء الله هذه الطريقة ستسهل علينا التواصل مع بعضنا البعض في الأيام القادمة في الدروس والشروحات التالية. الآن عزيزي الطالب أتمنى منك أن تتمرن جيدا على هذه العلامات. في الدروس القادمة إن شاء الله سأضع تمرينات خاصة في مقام العجم، ولكن المطلوب منك الآن عزيزي الطالب بعد أن تنتهي من هذه التقسيمات أتمنى منك أن تتأكد منها مرة أخرى، وأن تتأكد من البداية أن عودك موزون بشكل سليم. وأتمنى منك أيضا الآن أن تتوقف عن التمرين أو عن التفكير في أي شيء آخر، فقط استرخي قليلا وانتظر معي الدرس القادم لنبدأ الشرح من جديد. تقبل تحياتي.